السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في قناة وصفات سكينة. اليوم سنقصر عليكم طريقة تحضير قراش الأوغروس. كيجيو رائعين وكيجيو خفافين بزاف. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش توصلوا لأكبر عدد من اللايكات وتبارطاجيو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم وتشاركوني اقتراحاتكم وأراءكم. إلا كنت أول مرة كتزوروا القناة ضغطوا على زر الاشتراك بوني وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من مطبخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير ديال القرص، غادي نحتاجو لهم كاس ديال الزيت، ربع كاس ديال ماء زهر. بالنسبة للسكر، الوصفة الأصلية فيها كاس ونص، أنايا استعملت غير كاس ديال السكر. إلا كتعجب اللي كتعجبو الحلاوة يقدر يزيد نص كاس. وهنايا عندي النافع وحبة حلاوة وزنجلان، خديت 2 معالق ديال النافع وحبة حلاوة و2 معالق ديال الزنجلان. وعندي 2 بيضات كبارين و2 معالق كبار ديال الخميرة ديال الدار مطلوقة في شوية ديال الما دافي. وعندي تقريبا 1 معلقة صغيرة ديال الملحة وصاشية ديال الخميرة ديال الحلوى وكيلو ديال الدقيق و1 معلقة ديال الخل والماء باش غادي نجمعو الخليط ديالنا. أول حاجة غادي ناخدو البيض ديالنا، غنزيدو البيضة الثانية، وغادي نضيفو الملحة والسكر، وغادي نخدموهم مزيان مع بعض. ودابا غادي نضيف كاس ديال الزيت ودابا غادي نضيف 4 كاس ديال ماء الزهر. صافي، وغادي نضيف دابا 1 معلقة ديال الخل. وغادي نضيف الزريعة ديالي، 2 معالق ديال النافع وحبة حلاوة و2 معالق ديال الزنجلان. صافي، ودابا غادي نضيف خميرة ديال الدار مطلوقة في شوية ديال الما دافي. وهنايا خديت الدقيق ولا غادي نخلط معاه هاد نص ديال الخمارة بعد ما تنغرفلو الدقيق ديالنا. صافي، غادي نخلط الخليط ديالي على هاد الشكل هذا. غادي ناخذ الخليط ديالي وغادي ندير واحد الحفيره هكايا الوسط. صافي، وغادي نصب فيها الخليط كامل هنايا على هذا الشكل هذا. صافي، وغادي نبدا نخلط في الخليط ديالي، نجمع فيه على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف واحد الكاس حتى الكاس ونص ديال الماء، حيت خاص الخليط ديالي يكون خفيف. ومن غادي نضيف كاس كبير عامر، تقدو تعوضو بالحليب.
بعد ما تنجمعوا العجين ديالنا، انا تقريبا استعملت 500 غرام ديال الماء اللي ضفت، وعلى حسب نوعية ديال الدقيق ديالكم، كاين الدقيق اللي كيكون كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. وكنخليو العجين ديالنا اللي كتكون خفيفة، واخا كتكون كتلصق في اليدين ماشي مشكل، حيت منين كنخليوها حتى كتخمر يلا كتدير مع بعضياته وكتعطينا واحد العجينة اللي كتكون مزيانة. صافي، وغادي نخليها دابا تروبوزا واحد نص ساعة او لساعة الا روب، ونتلاقاو ان شاء الله. من القرص ديالنا بعد ما تيتضاعف الحجم ديالهم كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا كيف ما كيجيو. صافي، كناخدو العجين ديالتنا على هذا الشكل، هذا كيف ما كتشوفوا معايا، هاي كيفاش كتجي مرخوفة. وغادي نجيب باش غادي نقسم العجين ديالي، كويرات على هذا الشكل هذا، وهذا غادي نبدا ناخذ منهم القياس اللي بغيت، تقريبا 40 أو 50 غرام في الكرة. صافي على هذا الشكل هذا، كيف ما كتشوفوا مازال غادي تخمر ومازال غادي تضاعف الحجم ديالها. صافي، بعد ما نكملوا العجين ديالنا كنكوروها وكنوضعوها في واحد الصفيحه اللي كتكون مدهونه من قبل، وغادي نخليهم يعاودوا يخمروا المره الثانيه حتى يخمروا، ونطلق ما كنخليهمش بزاف، تقريبا واحد ربع ساعه ولا نص ساعه، وندهنوهم بالصفار ديال البيض وشويه ديال الحليب او الخل، وندهنوهم مزيان ونرش عليهم الزنجلان، وندخلوهم الفرن حتى كيطيبوا ونطلقاو. الشكل النهائي ديال القرص ديالنا بعد ما تيطيبوا في الفرن و تيخرجوا، كنخليهم حتى كيبردوا كيتقدموا بالصحه والراحه. نتمنى انكم تجربوهم، واكيد يديروا قوكم ويلقاو استحسانكم ان شاء الله. ما تنساوش تدعموا القناه بلي لايك وبلي بارطاج، وتابعوا جديد وصفاتي. دمتم في رعايه الله، والى وصفه جديده من وصفات سكينه.